اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل بطولات الاهلي، شفنا الجداره في تتويجات الاهلي الكثيره، شفنا اشاده كبار الكتاب بالنادي الاهلي، لكن طريق الاهلي الطويل هناك من اضاءاته الكثير. الشموع الحمراء عزيز عزت باشا. اول رئيس للنادي الاهلي. اول رئيس مصري مصر للنادي الاهلي بعد متشيل انس. متشيل انس وهو في 1900 ده الباشا اللي الناس بتفرز بقى بتوع الفرز بقى جده. بص بقى يعني اول رئيس مصر للنادي الاهلي يكفي انه هو اول سفير لمصر في المملكه البريطانيه. جده كان ناظر الحربيه في عهد محمد علي باشا، هو نفسه كمان ده اول سفير. ما انا هقول لك بس انا جايبك من فوق لتحت. جده اول وكيل لوزاره النظر الحربيه في محمد علي باشا. والده عبد الله باشا عزت رئيس مجلس الاحكام العسكريه، وهو كان اول سفير لمصر في المملكه المتحده، ووزير الخارجيه المصري بعد كده، ووكيل وزاره الخارجيه، لا كمان تولى وزاره الخارجيه، وكان واحد من اعضاء مجلس الوصاية على عرش الملك فاروق. بصوا بقى قيمة عزيز عزت باشا، أول رئيس للنادي الأهلي وأول فريق كرة أسس في عهده 1911. عنده ميزتين. وعين رئيسا فخريا نظرا لدوره في تأسيس النادي ومجهوداته، قعد من 1929 حتى 41 وعاش 92 عام، توفى في 1961. ده عزيز عزت باشا أول رئيس للنادي الأهلي أو أول رئيس مصري للنادي الأهلي. نشوف بعض الومضات من تاريخه في هذا التقرير. يزخر نادي الأهلي بعظماء خالدين ونماذج مشرفة ساهمت في صناعة تاريخ كبير لمصر، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو رياضيا. ولا يمكن أن ينسى تاريخ أحد الذين جمعوا بين الرياضة والسياسة، إنه عزيز عزت باشا أول رئيس مصري للنادي الأهلي وأول سفير لمصر لدى المملكة المتحدة ووزير الخارجية المصري وعضو مجلس الوصاية على عرش الملك فاروق. ولد عزيز عزت باشا في القاهرة يوم 24 من يونيو عام 1869، تلقى علومه منذ نشأته على يد أساتذة أخصائيين، ودرس من اللغات العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية، فكان مثال الذكاء والنشاط. ومن ثم التحق بكلية كامبريدج في إنجلترا فأتقن فيها اللغة الإنجليزية، ونال من الأوسمة المجيدي الأول، وأنعم عليه الملك فؤاد الأول بالوشاح الأكبر من نيشان النيل. ونظراً لما هو معروف عنه من المقدرة العلمية ورجاحة الفكر وعلو الكعب في الشؤون السياسية، أسند إليه الملك فؤاد الأول تمثيل مصر لدى حكومة بريطانيا العظمى، وهو ما احتفت به الصحافة الإنجليزية وقتها. وصفه عبد العزيز البشري في كتابه الشهير في المرآة بأنه رجل وافر الذكاء، غزير العلم، جم الأدب، صادق النبل. وذكر البشري واقعة تاريخية تدل على نظافة يد عزيز باشا عزت، حيث أكد أن كارهيه أخذوا عليه طول إجازاته وترك عمله للعلاج، بينما الباشا قدم للحكومة استقالته أكثر من مرة إلا أنها لم تقبل منه، وتم التمسك به في منصبه، فما كان منه إلا أن رد راتبه خلال فترة الإجازة لخزانة الحكومة. ويعتبر عزيز عزت باشا من ضمن كبار المؤسسين للنادي الأهلي مع عمر لطفي بيك وأمين سامي باشا وحسين رشدي باشا وإدريس راغب بيك. وكان عزيز عزت باشا على رأس مجلس الأهلي وقت افتتاح فرع النادي بالجزيرة عام 1909، كما شهدت فترة رئاسته حدثا تاريخيا آخر عندما تم تأسيس
تأسيس أول فريق للكرة عام 1911، ولمجهوداته البارزة في انطلاق النادي الأهلي أصبح الرئيس الفخري للنادي منذ عام 1929 وحتى عام 1941. رحل عزيز عزت باشا عن عالمنا عام 1961 بجسده، لكن التاريخ أبقاه حياً بسيرته وروحه التي تهفو داخل جنبات القلعة الحمراء في كل وقت. بصراحة أستاذ إبراهيم تقرير رائع وممتع وفقرة تستحق التسجيل، وأنا عايز السادة المشاهدين جماهيرنا الكبيرة تهتم بالفقرات دي.